اهلا بيكم، معكم احمد عمرو اكوتيبس.com. موضوعنا النهارده هو الانتصاب الصباحي او المورنينج اريكشن. بيحصل ليه؟ بيحصل ازاي؟ بيدل على ايه؟ ده اللي هنناقشه بالتفصيل. قبل ما نبدا، سبسكرايب وجرس التنبيهات وفولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك. الطبيعي لو انت حالتك الصحية جيدة ان الانتصاب دوت هيحصل اثناء وانت نايم من 3 لـ5 مرات. الكلام دوت ازاي؟ وانت نايم فترة النوم بتاعتك ديت بتتقسم لحاجة اسمها sleeping cycles او دورات نوم. كل سايكل بتبقى مدتها حوالي 90 دقيقة، وكل 90 دقيقة بتتقسم لأربع مراحل او حاجة اسمها sleeping stages. فالستيج الاولانية من 90 دقيقة ديت بتبقى اسمها light sleep، بتبقى من 5 لـ10 دقايق. دي انت بتبقى لسه يعني هتروح في النوم، دي طبعا بتبقى نومك خفيف، اي صوت او اي حاجه ممكن ان هي تصحيك منها. المرحله اللي بعديها بتبتدي طبعا ان الموجات بتاعه المخ تهدى شويه او تكون ابطا شويه، حركه العينين بتبتدي برضو ان هي تكون ابطا. بعد كده موجات المخ بتتغير، بتخش في حاجه اسمها دلتا ويف، بتخش بعديها في حاجه اسمها ديب سليب. بعد كده المرحله الرابعه او المرحله الخامسه بتكون اسمها REM. REM اختصار لكلمه رابيد اي موفمنت، عينيك بتبقى بتتحرك كتير في المرحله دي. اثناء المرحله ديت اللي هي في اخر ال 90 دقيقه من دوره النوم بتاعتك، اللي بيميزها برضو ان بيكون في بلاد فلو كتير وبيكون في سريان دم كتير، فسريان الدم دوت بيوصل برضو للعضو الذكري، فبالتالي بيحصل عمليه الانتصاب ديت. فعلى حسب طبعا انت مده نومك كلها قد ايه، هي هتحصل لك تقريبا كل 90 دقيقه. وبما انك لما بتصحى من النوم بتكون من الديب سليب بعد كده الار ام، او بتصحى على الار ام ديت، فبتصحى بتلاقي في انتصاب او العمليه ديت موجوده. اللي بيساعد برضو الموضوع ده انه يحصل اكتر ان انت بتكون في حاله استرخاء. فجهازك العصبي بيكون جزئين، الجزء اللي هو مسؤول عن الاسترخاء وعن الموضوع دوت بيبقى اسمه باراسمباثيتك نيرفس سيستم، فدوت بيكون اكتف خلال وانت نايم، فده بيساعد اكتر ان العمليه ديت طبعا ان هي تحصل. انت بتكون في حاله استرخاء، مش قلقان، الدنيا جميله، فالموضوع دوت بيحصل اكتر. وعموما لما بتصحى من النوم وبتلاقي الموضوع دوت بيحصل، او لو بيحصل معاك من 3 لـ5 مرات اثناء وانت نايم، فده بيكون دليل على الاتي: اول حاجه سريان الدم عندك في حاله جيده، الاورده، الاوعيه الدمويه، الشرايين بتاعتك، الحاجات ديت كلها في حاله جيده، فمستويات الكوليسترول بتاعتك برضو بتكون في حاله جيده، مفيش تجلطات او حاجه بتسد المجرى الدم دوت او البلاد فلو دوت، مستويات التستوستيرون بتاعتك برضو بتكون في حاله جيده. فكل ده بيكون مؤشرات جيده لو الموضوع دوت بيحصل. لو الموضوع دوت ما بيحصلش فده بيكون مؤشر ان الحاجات ديت بتكون مش في احسن حالتها. طبعا لو عندكم اي سؤال بيخص الموضوع دوت ياريت تكتبوه لنا في التعليقات، ونشوفكم في الفيديو اللي بعده.